اذا ست نور مع الخط. طيب انا برد عليها. الو، اهلين ست نورما. الحمد لله، شلونك انت؟ يا اهلا وسهلا، تفضلي. هي بسيطة بس هيك، تكرم عينك. لا ولا ما في ازعاج بنوب، تكرمي ان شاء الله عقبال التعيين. اهلا وسهلا، تكرمي، مع السلامة. يعني ما بتضل ليرجع مسعود؟ معلمي مسعود بكره راجع. شو عرفك؟ إيه لأن طيارته بطلت تجي. طيارته؟ أني طيارة؟ أنا طيارة، ليش؟ أنا على الطيارة؟ طيارة على رقبتك. ليش بتضيع وفي طيارات؟ يعني ما راح تغير رأيك وتضل عندي؟ ما بقدر، وراي بسبس أنا شغل هناك، الأرض بتعطي يا أبقوسي. على راحتك. على كل انت ما حبيت تشتغل، المحل محلك. ايسلم المحل واصحابك. خذ لشوف، خذ هدول، ما في شيء محرز، هدول اجرتك. اكيد بالضيعه بين ما تلاقي شغل بتحتاجهم وبيلزموا لك. عشان ما تعطيني يا معلمي، انا مكسور علي. شو مكسور؟ لا مكسور ولا شيء، انت تعبت معي هالكام يوم، وهدول حقك وتعبك. امسك يا ما باخذ ولا فرنك انا. شو ما تحكي معي، انا بكفي لي. سامحتني باللي مكسورين علي. يلا يا معلمي، انا يعني بدي اشتغلك، بس تعرف الارض بتعطي وبدي اشتغل انا. يلا نشوف وشك بخير. مع السلامه. مع السلامه. اماني اذا بدك شيء من البلد بعث لي خبر بس. الله يخليك. خاطرك يا ابقوسي. مع السلامه. بعد اختي خلص، بعد اختي خاطره. يا اخي ورا اسمي. بس باين تقبل الحلال. لازم يتصرفوا بسرعه كمان. انا مو زعلان، لانه السياره الحجزه، السياره الحجزه بكره كم يوم وطلعوها، بس انا اهم كرامتي، اهم كرامتي قدام رفقاتي. خلني احي. قلت له انا طارق احمد عبد الحق. قام قال لي احي. انا ما صدقتك بالاول. قام قال لي حليق منهم، وانا حالي وعدين يعني بهدلني قدام رفقاتي، بهدلني طقيناها مشي بدني كهون. بين عليك انه احمد طارق احمد عبد الحق احي. طول بالك ماما، طول بالك، هلا بيجي ابوك وبياخذ لك حقك من الصوفي. طول بالك حبيبي. ضايقني. وينه ابي؟ وينه؟ مريت عليه على الشقه ما لقيته. وينه؟ اللي شو صار معك؟ قدمت على المناقصة؟ صرفت نظر عنها نهائيا. ايه؟ ليش بقى؟ ما لها محرزة. بس امبارحة كان رأيك غير هيك، وطلبت مني احكي مع اختي مشانها، شو اللي غير رأيك؟ منيح اللي ما حكيتي معها، كنا كسبنا منية على الفاضي. حتى تشوف انه كلامي دائما مضبوط. حق معك، يلي بيسمع كلمة مرته بيموت بعيلته. شو؟ لا قصدي يعني اللي ما بيسمع كلمة مرته بيموت بعيلته. حاجة تلفق وفهمني القصة مثل عالم الناس. ما قلت لك لا تلبس جواكيتي؟ هذا اسمه ورقم. بدي اياك تتصل بوزير الداخلية وتنقله لآخر الدنيا. يعني أنت متأكد إنه تصرف معك هيك وبس؟ أنا لا أذكر. أنا منذ ذلك الحين وأنا مشدوها. أنا سمعت أحي كركرة، أحي كركرة، ضحكوا رفقاتي. اللهم عمي بجوز ماجي، بجوز ماجي لأنه بيقول أحي ماجي، بيقول أحي قبل ما تصير حضرتك مدير عام، بيقول أحي. طيب خلاص، أنا رح أتصل بوزير الداخلية وأتصرف فورا. أهرني لأنه أهرني. أعطى
جليس. اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا وشرفت. شكرا لك. انا ما بدي ازعجك واخذ من وقتك كثير. الموضوع باختصار انه ابني طارق ارتكب مخالفه سير، بس الشرطي حجز له شهادته والسياره. وما عرفوا انه ابنه؟ عرفوا، لانه ابني قال له انه هي السياره لي، ومع ذلك حجز له اياها، ومشان هيك انا جاي لعندك. بسيط، انا رح اتصرف. انا كل اللي بدي اياه انه توجهوا كتاب تقدير لهذا الشرطي، واذا في امكانيه انكم تصرفوا له مكافاه بيكون افضل. فكرتك جاي تطلب مني غير هيك؟ لا، هذا الطلب اللي بدي اياه منك. تفضل، هي اسم الشرطي وهي رقمه، ويا ريت نشجعه، لانه فعلا هذا شرطي شجاع، لازم يعرف انه طالما هو على حق فالحق لا يعلى عليه. انا بسعدني جدا لبي لك هيك طلب، رح اطلب الشرطي لعندي وتشكره بنفسي. عفوا، اسمح لي، الشكر بالكلمات ما بيكفي، الكلمات هي ما بتنصرف ولا بنك. مكافأته راح تكون محرزة الطمع. شكرا لك، شكرا. لا، انت زودت كثير يا احمد. معك حق، مخرج كمان هيك عم يقول. قيمنا هلا من وحيد ومسلسلاته. هلا ما بتعجبك مسلسلاته؟ على علمي بيطير عليك بالمسلسلات. راح قله لوحيد يبطل مسرحة الاخراج. بس شو بده يشتغل؟ ايه لا، شو رقاصة؟ صحيح رقاصة بطارق قد 10 مخرجين، بس يعني الهز له عمر. احمد، لا تفور لي دمي. حاضر، رح وطي الغاز تحته. بايخة بعليك. فهمنا، وصايت ما عم تقبل. صورت وشي قدام كل رفقاتي وسكتنا. اما انك توقف ضد ابنك، هاي اللي ما رح يسكن عليها ابنه. لو حدا اعتدى عليه او غلط بحقه ما كنت سكتت، بس ابنك يا خانم هو الغلطان. اوف، وشو هالغلطه الكبيره اللي ارتكبها؟ خالف اشاره المرور، شو يعني؟ لك كان حلو الشرطي يبهدله قدام كل رفقاته؟ واحد غيره كان قيم الدنيا وقعدها. الشرطي لما حجز السياره ما هان ابنك وبس، هانك الك كمان، لانه عرف انه السياره سيارتك. لك انا اللي بدي افهمه، انت سمعتك ما بتهمك بنوب؟ أنا لأنه بتهمني سمعتي هيك عم أتصرف. أنا إذا انحجزت سيارتي ما بيصير شيء، وابنك هذا القصب مص إذا انحرج قدام رفقاته ما بتنخرب الدنيا. كان لازم أطلع على ضيعة مسعود وخبره يجي اليوم على الشغل، ما لازم أعتمد على بهجت أبدا. طيب هذا بهجت، شو عرفوه إنه مسعود بده يجي اليوم ولا لا؟ لك كمان شو قصة الطيارة؟ ما بقى غير هالقصة ما مفهومة بالسيد بهجت. كله على بعضه أسرار بأسرار. على كل هلا بعد الظهر نطلع على ضيعة مسعود، منا منشي على أمه ومنا منخبره على الشغل. بس صباح الخير معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. منين طلعت لي؟ متيابي. كيف معلم؟ انا رجعت على الشغل. ايه منيح، بس بدي اسالك سؤال، ليش الطياره ما اجيت؟ وانت شو عرفك؟ يعني قصه الطياره مضبوطه، شو قصتها؟ بالعكس، طلع لا في طياره ولا في مرحوم نوب. مرحوم؟ ليش مين مات؟ اللي كان بده يجي بطياره. انهي الطياره؟ اللي سالتني عنها. انا سالت. ايه صح صح، معك حق، انا سالتك عن الطياره بس ما جاوبتني. شو قصتها؟ قصة شو؟ لك هي قصة اللي ايه في إنا رجع والطابق مكشوف، عشنا ويا ما حنشوف، يا ما حنشوف. رجع والطابق مكشوف، مكشوف رجع. Now